الإباحية دمرت حياة الكثيرين من الناس ومروا بتجارب بشعة من سبة الإباحية، وتتدخل بفنون كثيرة من أفلام وأنميات وأصلاً ما كانوا يحتاجون يسوونها. حرفياً هذه الأشياء تقتل الدماج المتابع. بس تخيلوا يا أعزائي المتابعين، غير الأفلام الإباحية في ألعاب إباحية. أدري أن هذا الشيء موجود من زمان بس حبيت أتكلم عنه. في يوم من الأيام كنت أدور ألعاب في ستيم من مطورين مستقلين، وفجأة جتني لعبة مقرفة قرف مو طبيعي. أول شيء جاب بالي قلت كيف المطورين المجانين هذيلا يصمموا أشياء مقرفة، يعني حطوا تفاصيل على أشياء استغفر الله. والشيء اللي يقهر لما تشوف مطورين موهوبين ويطورون ألعاب إباحية معفنة، والشيء الأكثر اللي بيصدمكم أن هذه الألعاب تربح ملايين، وهذا أكيد من بعض الأغبياء يشتروا الألعاب هذه ويدعمونها والناس لعبت مئات من الساعات. الشيء الوحيد اللي أقدر أقوله الحمد لله على نعمة الإسلام، هذه الألعاب تفسد عقول اللاعبين وتدمر عالم صناعة الألعاب، لأن الألعاب ما بتكون موجودة بدون اللاعبين. وأنا انصدمت من كمية الناس اللي تشتري وتلعب الألعاب الإباحية وكمية الساعات اللي يلعبونها. هو يحزن لأن في ألعاب ممتعة مظلومة ومسحوبة عليها، فليش ما يلعبونها وما يضيعون وقتهم وصحتهم وفلوسهم طبعا؟ ولما رحت عند تعليقات اللاعبين كان كئيب جدا، تعليقات تضيق النفس وفي بعضهم مضحك الصراحة. مثلا هذا يقول نعم أنا ألعب الألعاب الإباحية بحسابي الأساسي، فشو يعني؟ وحاط صورة الجيجا تشات. والثاني يقول أنا بس جربت اللعبة، هي عادية أعتقد، وعندها 1200 ساعة لعب. الله يبعدنا من هذه الأشياء. بس الحين كيف بدأ الموضوع؟ الألعاب المفروض هدفها من البداية تكون مصدر ترفيه بس، ولكن وصل للإباحية. خلوني أقولكم شيء، لما الألعاب إجت يعني مثلا قبل 30 سنة كانت نسبة الشباب اللي يلعب الألعاب كانت أقل لو تقارنها بالحينة، فيعني كانوا أغلبهم أطفال، فهذا يعني أطفال قبلهم الشباب في زمننا الحالي. ففي بعض الشباب، بعض مو كلهم، بعد مرورهم بسنوات طويلة من لعب الألعاب كانوا يبون أشياء جديدة، فأضافوا شخصيات نساء مثيرات على قولتهم. شوي وشوي صاروا يضيفوا أشياء مو بلايقة للأطفال لدرجة وصل للإباحية. فهذا للأسف يدل على أن الناس كانت تريد هذا الشيء ومو بالمطورين. وبتقول لي أصلا شي يخص الألعاب الإباحية بالألعاب الثانية، كل شخص كيفه، إذا يريد يلعب الألعاب الإباحية هو حر، بس إذا هذا الشيء يزيد راح تكون كارثة، لأن أغلب الألعاب راح يزيد فيها المحتوى الإباحي. مثل ما أن المنصات المرئية نفس نتفليكس وغيرها أغلب مسلسلاتهم وأفلامهم فيها محتوى إباحي، وهذا الشيء ابدا ما اريده يصير في صناعه الالعاب. واصلا مطورين العاب الاباحيه يضيعون موهبتهم على العاب تضر اللاعبين، وهم يقدروا يطوروا العاب ثانيه ممتعه بدال ما تكون اباحيه. وهذه الالعاب ما نقدر نسميهم لعبه لان ما حد يهتم كيف الجيم بلاي ونظام اللعب، بس يهتم بمناظر اللعبه ويشبعون شهوتهم الجنسيه فيها. بس ليش اصلا يطورون العاب الاباحيه؟ ممكن يكون في اكثر من سبب، وواحده منهم اللي اتوقع انك قاعد تفكر فيها الحين اللي هو الفلوس. بس بالنسبه لي ما اتوقع انه سبب واضح، لان في بعض مطورين العاب الاباحيه محترفين، انا متاكد انه لو طور لعبه ثانيه مو باباحيه راح تكون مربحه. بس اللي انا اتوقعه هو ممكن المطورين مجانين ومهووسين بالاباحيه. اكتبوا لي في الكومنتات ايش هو السبب لو تعرفون. انا ما ادري ليش قاعد اسجل هذا المقطع الصراحه، ادري انه شيء مستحيل انك توقف تطوير العاب الاباحيه او الاباحيه بشكل عام بهذا العالم، بس ممكن هذا المقطع يفيد بعض الناس ويكون تنبيه لشخص ممكن. بس اللي اقدر اقوله اذكروا ربكم وحاول انك لا تترك الصلاه، والله لا يقربنا من الحرام ويبعدنا عنها ان شاء الله. وبس هذه هي نهايه المقطع وسلام.